التحدي الاكبر لينا هنا في تانوف في مركز المواس ان الناس ما تعرفش يعني ايه مدارس حقليه، مشاريع تنمويه ما دخلوش قبل كده في مشاريع تنمويه. طبعا بالنسبه للعدد احنا فضلنا حوالي ممكن شهر وازيد عشان نجمع الناس عشان نقنعهم اصلا ان هم يدخلوا معانا مدارس حقليه. برضو كان عندنا برضو تحدي اكبر في حته توفير الميه. احنا هنا لما نتكلم طبعا كان في تخوف من حته الري بالتنقي، اتكلمنا فيها ان كان هيبقى في تدريب مفصل، المجموعتين فعلا راحوا تدريب المنيا شرحوا الري بالتنقيط بالكامل. فده حاليا نسبه تقبل الناس ممكن نتكلم في نسبه 70-80% الناس متقبله ان هي تعمل. وبرده كان في عندنا تحدي حته الاصابات الدوده بتاعه الشامل، حاولنا بقدر الامكان سواء كان بالمكافحه الحيويه او مكافحه ميكانيكيه ان احنا نعمل ايه، ان احنا نظبط الحته دي. عندنا مثلا 3 مدارس وفوق ال3 مدارس تاني احنا عندنا ممكن يعني نكون كمان مدرسه المدرسه 4 و5 و6 كمان. بالنسبه لي لو انا ما كنتش صبرت وكنت قست هنا في القريه دي ما كانش ينفع احقق طبعا النجاح في قريه تانيه، وبالتالي طبعا ده اللي خلاني صبرت وصبرت لحد ما اكون او اشكل اول مجموعه ناس، ومن المجموعه الاولى بدات تجيب المجموعات التانيه وهكذا لحد ما وصلت للنجاح اللي انا فيه ده. نقدر نقول ان بنسبه ان الري بالتنقيط بنسبه مثلا 80% او 85% ممكن ياخد نجاحا هنا، لانه احنا برضو كنا بنتكلم في خلال الجلسات بتاعتنا في المدارس الحقليه على توفير كميه الاسمده وتوفير الميه، كان هدفنا طبعا ان احنا نكلمهم دايما باستمرار عن الميه. بالنسبه للاسره عندي بما ان انا الاسره عندي يعني متعلمين او كفكرة ان هم يعني الشغل عندهم اساسي، طبعا في البدايه كان في الاول طب ازاي هتنزلي تقعدي ازاي، طب هم المزارعين هيسمعوا لك، طب هل انت هتقدري تقودي مجموعه مزارعين رجاله. قدرت احقق كده ان انا اتعامل مع مزارعين والمزارعين كمان يبقوا يعني مستعدين ان هم يسمعوا مني.